مرحبا. غيمة كانون بتخوف المجنون، كلنا منلاحظ كثافة الغيوم الرمادية اللي بتبشر بغزارة الأمطار، بس شو هي الغيوم الركامية وشو تأثيرها على سطح الأرض؟ خلينا نشوف سوا بهالتقرير. نحن اليوم بالغولف لتخبرني عن الغيوم الركامية اللي كل العالم عم تسألني عنها. هي غيوم بتتكون من طبقة الأتموسفير المنخفضة اللي فوق راسنا تقريبا على 800 متر لفوق لأعلى التروبوبوز، يعني لحد تقريبا 10,000 متر مطرح ما الطيارات بتمشي. هيدي الغيوم خطرة على الطيران لأنه فيها برق ورعد، ولأنه فيها كمان حركة هواء كتير، يعني الطيارة إذا فاتت فيها بالغلط لا سمح الله يعني ممكن توقع وممكن تتأثر كتير، صار في على الأقل مطبات كتير قوية. هالغيوم هي ناتجة عن فرق حرارة كبير بين الكتل الهوائية، الهواء الساخن بيجي وبيلتقي بالهواء البارد، بيضطر يطلع طلوع بالهواء لفوق وبصير في تصاعد بسرعة الهواء وبتتكون هالغيمة اللي متلاني أمطار ومتلاني برق ورعد، بتأثر على الأرض من ناحية الأمطار الغزيرة إذا كان في سيري منها بسميه سكوال لاين أو لين دو جرام الفرنسي، إذا كان في سيري منها بتعمل طوفان، يعني بلحظتها ممكن 100 ملم ينزلوا بمنطقة واحدة. هذا الشيء بيأثر على الطرقات، بيأثر على المزروعات، بيأثر على الأنهار. ومن خلال الأوبسرفاسيون اللي بنعملها بالجولف هون، نحن عندنا هون 2 أوبسرفاتور بيراقبوا الغيوم، بس يشوفوا برق ورعد بيعرفوا إنه الغيمة موجودة. وهلا لازم نعرف قبل فيها نحن أساسا من خلال صور الساتلايت اللي عندنا، بتبين على الصور الساتلايت لونها أبيض كتير. وبالعودة لطقسنا، طقس خريفي مستقر مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وبيبلش يتحول إلى متقلب ابتداء من بكرة. الحرارة معتدلة على السواحل ومنخفضة فوق الجبال، رطوبة متوسطة، البحر معتدل وحرارة 121 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة أحيانا وظهور طبقات من الغبار بالأجواء. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل لليلة على الساحل عم بتسجل 10، إذا على الساحل عم بتسجل 10، وبالبقى عم بتسجل 4، على المرتفعات 6 ودرجة تحت الصفر بالأرز. أما كيف رح تكون درجة الحرارة اللي رح تسجل لليوم ببعض المناطق اللبنانية؟ وبنبدأ تحديدا من عكار بينو 15، باب التباني 21، ومن بعدها رياض الصلح 23. إذا الطقس مشمس إلى قليل الغيوم مع ظهور طبقات من الغبار، انتبهوا على عيونكم. مشغرة 16، رييق 15، ومن بعدها زغرين 18 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتراوح بين ال 50 وال 75%، حرارة سطح المي 21 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، والرياح شمالية غربية لشمالية شرقية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين نشوفهم سوا. اليوم بتتراوح بين 10 و23، ونهار الخميس بين 10 و23، والجمعة بتتراوح بين 9 وال21 درجة. وهلأ ومثل العادة بترككم تقوموا بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذاً بغداد 19، جزائر 15، طرابلس 17، تونس 17، وأخيراً برلين 5. وهيدا كان طقسنا لليوم. أما هلأ بترككم تابعوا آخر أخبارنا.